نسيم ضيافات، هذا الوزير صغير جون، يعني ماهوش من مجموعة تاع العصابة لي فيو، هذا ستاجون مولود في سنة 83 في الصيف. جابوه في الحكمة الأولى تاع جراد 4 جانفي، جابوه وزير منتدب ناداو وزير الوزير الأول باش مكلف هذا سي خونا، هذا وزير منتدب مكلف بالمؤسسات الصغيرة والمصغرة لي ميكرو انتربريز. سي ضيافات نشوفو التصويرة ديالو، لازم نحضرو تصويرتو. هذايا مع سي ضيافات، هذايا أيوا أيوا نروح نجيبو تصويرته، لازم تصويرته باش الناس يشوفوه، هذا سي ضيافات الناس تعرفو. أيوا طيب هذه باش نبدوها، بدأ ماهوش تلمو جا بني درجين سياسة عشا يسرق هو وفاميلتو كاع لا فامي، درجين سياسة، درجين سياسة بدا يدور على آخر، يقول لك هاذيك المومو لازم نضرب ضربتي و سينوم سهلي والو. يا سي وسيم انا صبنا على التصويره ديالو، جون سمعت كان عنده 38 سنه النهار اللي عينوه وزير، على 37، أي على 37 سنة كوزير. وهذا كان حراكي، جابو زعما قال كان حراكي، كان مال حراك، هو انتهازي ما كان دابا، وكان رجل أعمال، إيه كان بزنس، شنو رجل أعمال، تاعت بزنس، بزنسي. السيد المهم واش يقول لك عليه، زاد عليه الغناي، قالك اليوم امثل امام قاضي التحقيق تاع الغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في سيدي محمد، محكمة سيدي محمد، و التهم اللي وجدوها له سمعت هو انه اختلس ومد وتعامل مع فاميلته وصحابه من ضمن الناس اللي معاه 37 شخص، قضية عريزو عصابة، يخدموا عصابة 37 شخص، منهم المدير العام للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية، سيعطيو على الميكرو انتربريز دايما لحبابو، وهذه دونك قضايا تاع الفساد تعلق بالمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية إمتال. بعد أن بين التحقيق أن الوزير السابق استغل نفوذه ووظيفته في تمكين عدد من أفراد عائلته من الظفر بصفقات على مستوى أحد فروع إمتال،
قال راني وزير، اروحوا غمسوا، اروحوا تاكلوا رزق باباه. وهذا سي خونا اللي جا قعد عامين، عامين 8 شهور عند درجين ونص في حكومة جراك، وما مع ابن عبد الرحمن احد غير كيما نحاوة، غير كيما نحاوة. جاب في بلاصتو ياسين وليد، تشوف هذا سي ياسين وليد واش راح يدير. نستناو دوك السيد واش راح يدخلوه ما يدخلوش. شو جاي للدنيا 39 سنة، جاي للدنيا هيا روح دور كده. كلاس مجتمع تكرست في السرقة، اللي يطلع وزير يطلع باش يسرق، ماشي باش يخدم. ما واش من برنامج عنده، واش من سياسة تبع، واش من الآخر. هذا بتجيب تحطو انت تقول وراك وزير، كان والو. اللي يجي وزير سي باش يغمس، ني بلوس ني موا، هذه هي الحكايه.